معانا عبر الهاتف دلوقتي نهنيه ونبارك له على الفوز المستحق لنادي الزمالك اليوم على النادي الاهلي والفوز بكاس مصر موسم 2020-2021 الاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره بنادي الزمالك. مليون مبروك استاذ امير، فوز مستحق لنادي الزمالك اليوم. كريم الله يبارك فيك، وتحياتي طبعا لتجانا يا حبيبي امير. مبروك حبيبي وشيكي حبيبي امير، الف مبروك يا امير. قبل ما تدخل على طول الكابتن وائل والكابتن اسماعيل، طبعا الاثنين اتفقوا على حاجه مهمه جدا، انه نادي الزمالك تحسن في الفترات الاخيره عشان بقى فيه التزام وبقى فيه ثواب وعقاب وما بقاش فيه كبير وما بقاش فيه صغير، الكل بيلعب لصالح الفريق، وده اللي عايز ابدا بيه معاك عشان ده الملاحظ في نادي الزمالك في الفتره الاخيره وده اللي يستحق التهنئه فعلا. طب سيبني اتكلم شويه مع كابتن اسماعيل عشان هو وحشني، ما بشوفوش بقالي كتير. اتفضل يا حبيبي يا اميرو. مبروك يا حبيبي. حبيبي طبعا انا ببارك يعني للجمهور الزمالك، انا يعني ناس صبرت وتعبت الفتره اللي فاتت واستحملت حاجات كتيره واستحملت مشاكل ووقف قيد ولجان معينه ولعيبه بتفسخ ولعيبه بتمشي وقضايا ومشاكل، فهم كانوا يستاهلوا الفرحه دي. وبقول هارد لك للنادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير ونادي محترم، ويعني اكيد البطوله لما تبقى من النادي الاهلي بيبقى ليها طعم خاص، فبحب اقول لهم هارد لك على الـ على الـ على الخساره النهارده. زي ما انت قلت يا كريم في الاخر، كابتن اسماعيل كان يعني شايف او عايش معانا الاحداث كلها طبعا وتحمل حقنا امير. انا بس عايز اقول حاجه شاد حق، يعني امير اتحمل فوق طاقته الفتره اللي فاتت حقيقي، يعني انا كنت مشفق عليه لان هو بيشتغل حقيقي بال 12 14 ساعه. اخر مره يمكن من اسبوع قعدت معاه 6 ساعات، قلت له لا خلي بالك يا امير انا كبرت يعني 6 ساعات اجتماع طبعا كتير في ادق التفاصيل بيتكلم، شايل حمل كبير جدا في التعاقدات طبعا وربنا يوفقه، وشايل حمل كبير جدا في طريقه التعامل مع اللعيبه والقضايا. والحقيقه انا بشكرك يا امير، ويعني الحقيقه وانا كنت فخور ان انا شغال معاك، يعني لان انت عملت شغل جامد جدا الفتره اللي فاتت وبتشتغل في هدوء وفي صمت. يا كابتن انا 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 اللي كنت شغال معاك، انا اللي كنت شغال معاك، انا انا اتشرفت ان انا في يوم من الايام كابتن اسماعيل يوسف كنت انا وهو بنقعد على مكتب واحد، الراجل ده وانا صغير كنت ما احلمش اخد التيشيرت بتاعته، فان هو يبقى بيدعمني، والراجل ده من اول الناس اللي دعمتني من 2018. كابتن اسماعيل يوسف لولا موافقته ومباركته ان انا ابقى موجود انا ما كنتش هبقى موجود، لان ده كان مكانه هو، وهو يعني ساعدني وسابني اشتغل وكان تستحق والله يا امير، تستحق والله كان بيحميني. اه لا فعلا ده شهاده قدام الناس، يعني ان كان على مدار فترات كده كل شويه اقعد اسمع اخبار بتنزل ان مش عارف ان انا وكابتن اسماعيل ومش عارف مين بيحاربني وانا بحاربه ومش عارف ايه. الراجل ده ساعدني بشكل مش كبير، يعني شكل يعني كبير جدا، من اول ان هو اصلا يعني يسمح ان انا ابقى موجود، لان في الاخر انا ما جيش حاجه في الكوره جنب كابتن اسماعيل، وهو كان عنده قناعه بيا، وهو اللي راح قال للمستشار على المكان ده، قال له امير هيبقى كويس في المكان ده، هو اول واحد قال الكلام ده كله، فانا طبعا بشكره حبيبي وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن.